يقول: هل يجوز للمرأة المعتدة عدة وفاة، هل يجوز لها أن تخرج من بيتها لأجل زيارة أقاربها لكن تبيت في بيت زوجها فقط؟ لا، الزيارة إن كان يضيق صدرها في النهار وتروح تجلس مع جارتها ولا مع القريبة من بيتها، ما في مانع تروح تستأنس في جاراتها في المجاورات لبيتها بالنهار، ما خالف. وأما أنها تروح لزيارة الأقارب، هم اللي يزورونها، ما هي اللي يزورهم، هم اللي يزورونها لأنها محدة ولا تخرج. نعم.